مستعد رحى استقم رحى بسم الله الرحمن الرحيم. مراد الشهيبي اطار مكتب الشريف فوسفات ورئيس جمعيه كشافه المغرب فرع الجديده. احنا اليوم في هذه حمله تواصليه وتضامنيه مع دوار اي تكران جماعه تبقال اقليم تارودانت. الحمد لله هذه الحمله هي فيها مجموعه ديال الانشطه، انشطه لفائده الاطفال ترفيهيه، فيها ورشات وفيها معامل تربويه وتنشيط، كذلك انشطه لفائده الكبار من توزيع مجموعه من المؤونه ومن الملابس. وكنتمنى من الله عز وجل ان يوفقنا في دخل السعاده. الحمد لله حنايا حسب لينا العدد ديال 120 طفل من الفئات الصغرى الى الفئات الكبرى الحمد لله. والبرنامج ديال القافله هو حاولنا انه يكون متنوع، كيجمع ما بين الترفيه والتنشيط ديال الدوار وديال اطفال الدوار بالخصوص، وكيجمع كذلك ما بين الفعل التضامني اننا نقدموا شي حاجه ولو بسيطه لهذ الدوار، من بينها مواد غذائيه، من بينها اغطيه، من بينها افريشه، من بينها مجموعه ديال الاشياء اللي قدرنا اننا نجمعوها من عند مجموعه ديال الناس اللي ساهموا معنا، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا ديال ديالكم. الحمد لله هذه المسافة هذه ورغم العناء ديالها ورغم التعب اللي كان فيها، إلا أننا في السعادة والفرح اللي حصلنا عليه في الأخير نسانا في كاع هذاك التعب ونسانا في كاع هذاك ذاك العناء اللي وحنا الحمد لله مولفين هذا الكشاف دوما مساعد، أنك يكون مساعد للشدائد، يعني كتكون رغم أن الظروف كتكون صعبة خاصك تكون كابابل وقادر على انك تواجهها. والحمد لله ملي كتشوف هذه الابتسامه وهاد الناس وهاد الاستقبال اللي كاين راه كتنسى كل شيء وكتندمج مع الاجواء وكتحاول تدخل السعاده على الناس. احساس لا يوصف، احساس بالسعاده الغامره وبالفرح لاننا كنقدموا شي حاجه لهاد الوليدات، وكذلك حنا كنحسوا بان السعاده كيف ما قلت انها بالعطاء ماشي بالاخذ، انك ملي كتعطي للاخر كتحس بسعاده اكثر منه، لانه هو كياخذ وكيحس بواحد الفرح، ولكن انت كتحس بفرح اكبر، وهذا ما غيجربه غير اللي كيعطي واللي كيشارك في الفعل التضامني بشتى انواعه. السلام عليكم، معكم بسر فاطم زهره، جو سوي اركيتيك دانتيغيير. اليوم انا جيت معهم لهذ القافله لمدينه دوار اكران. جينا نفرحوا الوليدات والاباء ديالهم حتى هما، ونتمنوا نكونوا فرحناهم ودرنا اللي علينا. والاحساس ديالي ملي كتشوف الفرحه ديال الوليدات راه كتنسى التعب وكتنسى الطريق وكتنسى كل شيء، ونتمنوا نكونوا عند حسن ظن اي واحد. كنتمنى في كاع المغاربه يعاونوا هاد الوليدات ويعاونوا كاع الناس اللي محتاجين بالقليل ولا بالكثير على قد المستطاع ديالهم، وربي ان شاء الله هو اللي غادي يجازيهم. السلام عليكم، معكم قائدة سكينة من فرع مدينة الجديدة كشافه المغرب، نائبة قائد الفرع. تنحييكم على المبادرة اللي التحقتوا بنا، شكرا جزيلا. صراحة جاتنا الفكرة بحكم حنا كنظام كشفي، يعني كنديروا الجولات حول المدن إلى آخره، كنا درنا واحد الجولة استكشافية لهذه المنطقة وشفنا الناس هنايا المعاناة ديالهم الإحساس ديالهم، يعني أبسط الأمور بعيدة عليهم، كانت فكرة هبطنا للأرض الواقع. إذا الحمد لله تيسرت الأمور، بدينا فكرة هبطناها ولات عمل. قمنا بجمع مجموعة من الملابس المستعملة الجديدة، مجموعة من الألعاب، الحاجيات الأساسية كالملابس الشتوية خاصة مع هذه المنطقة معروفة بالبرودة ديالها، والناس الحالة زعما ضعيفة والبعد على البلايص اللي يقدروا يشريو منهم، حتى يعني حتى العمل ما عندهمش.
دونك جبنا الملابس، جبنا العاب، لاننا الوليدات لاحظنا ان وليدات صغار مساكن يعني ابسط لعبه ما عندهمش. جبنا لهم كذلك قفاف كمواد غذائيه حكم العائلات هنايا، يعني الوضعيه هشه جدا. كنادي تما جميع الجمعيات المجتمع المدني اللي كتخدم في العمل الاجتماعي تنزل مثل هذه المناطق هذه اللي كتكون بعيده عن المدن باش تساعدهم. يعني الحمد لله الامور غدا مزيان. صراحه الاحساس جد رائع، لان الانسان اللي بغى الفرحه او السعاده خصو يعطيها باش يقدر ياخذها. بحكم حنا جينا من منطقه بعيده اللي هي مدينه النجيده، خرجنا مع 12 الليل وصلنا حتى 12 النهار لهذه المنطقه، يعني صعوبه الطريق والطقس الى اخره، وكانت عن يعني ما ناعسينش وتعب الطريق، والحمد لله ربي عطانا واحد القوه واحد الطاقه اللي حنا زعما حنا صراحه مظهرين في الانفس ديالنا اللي واقفين في هذا العمل. الحمد لله كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا سواء بالقليل او بالكثير او بالدعاء ديالهم، الله يجازيهم بخير. وصلنا الامانه للمواليها. كنتمناو نعاودوا الزياره زعما لهذه المنطقه لدواوير اخرى، بحكم حنا كاول تجربه المنطقه بعيده، تسيب لنا غير دوار يعني مجموعه من الاسر. هو هذه المنطقه هذه فيها مجموعه من الدواوير اللي محتاجه هذا الشيء، علاش لا ان شاء الله نعاودوها للدواوير المجاوره باش يكون تكافؤ، وحتى هما يحظوا بهذه القفه هذه ويحظوا بهذه زعما الفرصه هذه، علاش لا؟ اكيد. وشكر جزيل للجمعيه المحليه اللي كاينه هنايا اللي سهلت علينا بزاف الامور، كترخيص ديال المنطقه، كتوجد لنا زعما الاماكن، الوليدات، عدد الاسر، شنو محتاجين الى اخره. شكر جزيل لهم، صراحه كان دور كبير لهم في انجاح هذا النشاط هذا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.